وللحديث عن دلالات إعلان رئيس الحكومة استعادة جزء من المواد المسروقة من مصفى بيجي، ينضم إلينا عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي العراقي عبد القادر النايل. حياكم الله أستاذ عبد القادر. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. أهلا بك أستاذ عبد القادر. ما القيمة الحقيقية على أرض الواقع لإعلان السوداني استعادة جزء من المواد المسروقة من مصفى بيجي برأيك؟ مسرحية السوداني في إعادة بعض المواد المسروقة من مصفى بيجي هي مسرحية هزيلة وبإخراج بائس لا تنطلي على الشعب العراقي، وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه إذا كان السوداني صادقا متى سيدخل خط الخدمة مصفى بيجي؟ هذا السؤال الأهم الذي يريده العراقيين، هل سيكون هناك يعني دخولا حقيقيا لمصفى بيجي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأنه كان مصفى وهو من كبريات مصافي الشرق الأوسط لإنقاذ العراق بتوفير الوقود ومشتقات النفط كما كان سابقا؟ الجواب كلا، وبالتالي هذه القضية لو كانت هناك محاسبة دقيقة وإعلاما يوجه إلى السوداني بطريقة واضحة تماما لكشف النقاب عن هذه المسرحية البائسة. ما فعله السوداني هو للتغطية على جريمة قيس الخزعلي في سرقة القرن الحقيقية، وهي سرقة مصفى بيجي وتهريبه إلى إيران. ثانيا، ما قيمة هذه القطع المستردة؟ هي لا قيمة لها من حيث أنها يمكن أن تؤهل هذا المصفي أو أن تساعد في تأهيل مصفى بيجي، لأن المحطات الكبرى والأساسية تم نقلها إلى إيران، وهذا معلوم تماما، وكانت هناك يعني أدلة وفيديوهات على كيفية تهريبها في الناقلات الكبيرة إلى خارج العراق، وبالتالي هذه القطع الصغيرة هي حقيقة للتغطية على هذا الفساد ولإغلاق هذا الملف. السوداني بارع في إغلاق ملفات الفاسدين بطريقة الحيلة، فهو أغلق ملف صفقة القرن المالية لنور زهير، أغلق ملف صفقة سرقة الكيكارد بهاء عبد الحسين، والآن يغلق صفقة سرقة مصفى بيجي من قبل قيس الخزعلي. يعني هذه الأحداث، نعم أستاذ عبد القادر، يعني كيف تغلق هذه المسألة؟ المسألة ليس فقط في استعادة، كما تعلم، في استعادة هذه المواد وهذه الأجزاء، وإنما بمحاسبة المسؤولين عن تفكيك المصفات وإرسالها وبيعها لإيران. كيف سيتم محاسبتهم؟ ما هو هذا السؤال الأبرز الحقيقي الآن عندما يقر أن هناك قطع مسروقة من مصفى بيجي. هنا السؤال الذي يطرح نفسه، ماذا فعل لهؤلاء؟ الجواب هو أراد أن يقول أنني استعرضت هذه الملفات وبالتالي سأغلق هذا الملف ولن أحيل الفاسدين إلى عملية الاتهام، كما خرج وقد استعاد مبلغا ماليا بسيطا وخرج في الإعلام أول مرة منذ تسنمه رئاسة الوزراء وقال أن نور زهير أعاد قسم من المال وأطلق سراحه وأطلق الممتلكات المالية والعقارات في بغداد لصالحه التي سرقها من أموال الشعب العراقي، وهذا ما فعله مع بهاء عبد الحسين في صفقة كيكارد. هو يريد أن يقول أنا استعدت مقابل أن أغلق ملف الفساد لهؤلاء أن أستعيد بعض الملفات. هذه المسرحية الهزيلة هو الذي فقط ينجح فيها السوداني من خلال التضليل الإعلامي، أن الشعب العراقي قانونيا لا يمكن لهؤلاء أن يتم العفو عنهم لأن هؤلاء سرقوا أموالا عراقية، وقانون 111 لسنة 69 في مواده الخاصة بسرقة المال العام واضحة تماما في عمليات العقوبات المغلظة على هؤلاء. ثم ثانيا، لم يجري عملية الاستعادة، هذا هو السؤال الأهم، هل جرى عملية استعادة مصفى بيجي؟ الجواب كلا. هل جرى عملية استعادة الأموال المسروقة؟ الجواب كلا، بالتأكيد إلى هذه اللحظة. لذلك عندما نقول ما يفعله السوداني هو تضليل وذر الرماد في العيون، لأنه لن يستعيد من الفاسدين الأموال أو القطع لمصفى بيجي بالمطلق، وبالتالي هذا ما يجعله مدلسا بشكل واضح تماما ومشاركا في لصوصيته للسرقات التي تسرق من الشعب العراقي ومن الممتلكات العامة. نعم، ولكن هناك أستاذ عبد القادر يعني بعض الأجزاء من مصفات بيجي استعيدت بالفعل. السؤال هنا، لماذا فشل رؤساء حكومات ما قبل السوداني بإعادة أجزاء المصفى ونجح هو بذلك؟ ما الذي يملكه هو السوداني ولا لربما يختص به غيره؟ السوداني لأنه وليد وابن للإطار التنسيقي، وبالتالي الإطار التنسيقي يريد غلق الملفات في حقه،
يخشون أن تأتي حكومة مستقبلا تحاسبهم وتحاسب على هذه الجرائم وبالتالي تكشف الأمور. هم يظنون أنهم قد أفلتوا من العقاب من خلال وضع للسوداني، أولا يضعون على أن السوداني يقدمونه على أن حكومة الإطار التنسيقي تعيد ملفات الفساد وتعيد حقوق العراقيين، وهذا حقيقة ضحوكة لا يمكن أن تنطلي على الشعب العراقي. وثانيا هم يريدون من خلالها الاستفادة بغلق هذه الملفات التي هي في حقهم وهم مدانون فيها. رؤساء الحكومات السابقين كانوا حقيقة يتخوفون من السلاح الموجود عند الإطار التنسيقي لهؤلاء الميليشيات لأنهم هم الذين يسرقون وبسلاحهم يحمون، فبالتالي كانوا يريدون فقط البقاء في مناصبهم، لأن كل رؤساء الحكومات السابقة ليسوا يعني رؤساء وزراء يميلون إلى الشعب العراقي، هم نتاج هذه العملية السياسية وكلهم حقيقة يسعون إلى التربح المالي، وبالتالي معلوم تماما الآن كيف تكشف الملفات، الكاظمي كيف قد سرق من المال وقبله وقبله المالكي كيف هدر المال، وبالتالي ما يحدث هو إكمال لهذه القضية. لكن الآن قبيل انتخابات مجالس المحافظات يريد إيهام الإطار التنسيقي أن السودان يعمل، وبالتالي الإطار التنسيقي فريقا واحدا يريد استعادة هذه الملفات واستعادة المسروقات. هذه حقيقة يعني هم يوهمون أنفسهم أنهم يقرعون الشعب العراقي لا قيمة لها، لأن هذه المواد المستعادة لم يستطيعوا تهريبها، لأن يعني تعلم مصفى بيجي كبير تماما، وبالتالي هربت الأشياء المهمة لإيران وكان بمساعدة الإيرانيين. هذه المواد لا قيمة لها اعتباريا، وثانيا عندما كان هناك تواجد للخطوط التي والطرق التي كانت تتواصل مع إيران من خلال الموصل ومن خلال شمال العراق قطعت بسبب تواجد قوات أمريكية وما إلى ذلك، وبالتالي لم يستطيعوا إكمال عملية تهريبها، فلذلك الآن لا يستطيعون يعني نقلها إلى أماكن أخرى، يكشف أمرهم وبالتالي جرى إعادتها. ليست القضية قضية صعبة وليست القضية هو إنجاز السوداني، ثم ثانيا لو كان السوداني صادقا وهذا هو الأهم لكشف عن اسم من كان يحوي هذه المواد ومن هو الذي كانت عنده هذه المواد وخرج بطريقة واضحة تماما. لماذا يجوز التستر عن هذه القضية بشكل طيب. واضح تماما ثم هو يقر، وهذا هو الأهم، هو يقر أن مصفى ديجي جرى عملية يعني تفصيخه أو عملية تفكيكه. من الذي فكك مصفى طيب ديجي؟ أستاذ عبد القادر، نعم يعني هناك محاولات كما قلت ل يعني سد هذه الملفات أو إنهاء هذه الملفات بطريقة أو بأخرى، الملفات المتهم بها الإطار التنسيقي، ولكن ما تفسيرك أيضا بأن هذا الإطار وهذه الحكومة لا تنفك ب يعني دخول ملفات فساد أخرى من تهريب العملة وملفات أخرى لربما جديدة في الفساد؟ بالتأكيد هؤلاء لا ينفكون عن سرقة المال العراقي، ولذلك حتى إقرار قانون مجالس المحافظات والدعوة للانتخابات، لأن هذا يرتبط بالميزانيات المالية التي أقرت 3 سنوات وستذهب وتقسم إلى هذه المحافظات، لذلك الإطار يسعى إلى الاستحواذ من خلال الانتخابات الوهمية وتزويرها للسيطرة على مراكز المحافظين في المحافظات، وبالتالي هذه الأموال ستذهب إلى جيوبهم. ثانيا لا زال الفساد مستمر في العراق بشكل كبير، وحكومة السودان متهمة وغسيل الأموال من خلال العملة الصعبة التي موجودة في البنك المركزي العراقي وتهرب إلى إيران بشكل واضح تماما. بالأمس القريب تم حقيقة انقلاب شاحنة أموال رسمية في طريق كركوك، وإلى هذه اللحظة حتى من خشية الحكومة لأن الدولار الموجود فيها أصبح مراقبا والتسلسلات فيها مراقبة، لم تعترف الحكومة بأن هذه ملايين الدولارات ربما تصل إلى 5 مليار دولار كما هو مرجح، لم يعترفوا بها. إذا من الذي ينقلها وأين تذهب ولماذا تذهب بالطريق السليمانية؟ إذا هي تذهب إلى إيران. إذا هم لا زالوا في قمة الفساد ولا زالوا يسرقون، وبالتالي ميزانيات الوزارات تسرق بشكل كبير تماما، ناهيك عن ما يجري الآن من إنهاء خدمات للكهرباء ولغيرها، وبالتالي هم يضغطون على الشعب العراقي بشكل تماما، ولذلك الفساد مستمر وهم يسرقون أموال العراقيين، لكن يريدون سرقات أكبر من هذه القضية وإشغال الرأي
الرأي العام وإشغال العراقيين بأن السودان يكافح الفساد، لكن من جهة أخرى هم يسرقون الأموال العراقية من خلال السيطرة على مداد العملة، من خلال السيطرة على وزارات مهمة تماما داخل حكومة السوداني، ولا يستطيع السوداني محاسبة هؤلاء الفاسدين، بل الإطار التنسيقي تطلق يداه للسرقة ولتبويب الأموال ولسرقتها بشكل كبير. نعم، إذن كنت ضيفا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي العراقي عبد القادر نايل، شكرا جزيلا لك.